كثره الاحداث والمباريات بين الاهلي والترجي في الفترات الاخيره ممكن يجعل منها مباراه اقل عصبيه او اقل في التنشنه، لان خلاص الفريقين اتعودوا على بعض، بيواجهوا بعض كتير، ولا دايما المباريات دي بتبقى فيها حماس ونديه بين الجماهير الفريقين والفريقين تحديدا؟ لا بص، يمكن جماهير افريقيا كلها بتستنى المباراه دي تحديدا، يمكن كانت في السن اللي فاتت في ادوار مختلفه يعني، لكن اعتقد ان هي مباراه بينتظرها ناس كتير جدا جدا. طبعا دي مختلفه شويه، يمكن في دور المجموعات حساباته بتبقى غير عن حسابات الذهاب والاياب، لكن ايا كان الوضع احنا يمكن من الناس اللي هي بتقدر جدا 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 التقدير الخارجي، يعني المنافسه موجوده في العالم العربي، في العالم الاوروبي تحديدا، يعني بتلاقي المنافسه في داخل الملعب شرسه جدا وعنيفه جدا، لكن بمجرد ما بينتهي اللقاء بيبقى في تواصل ما بين الادارتين او على مستوى اللاعبين، وهو ده العقليه الاوروبيه والعقليه الاحترافيه اللي لازم تسود، يعني من حقك ان انت تحضر وتشتغل وتعمل لفرقتك بشكل كويس قوي، لكن يبقى الاحترام والتقدير للخصم. برحب بهم مره ثانيه، وانا متاكد بحسن العلاقه والمعامله هناك ان شاء الرحمن، ويبقى المنافسه الداخليه سيبها لوقتها. يعني سؤال اخير كابتن سيد، الاجتماع الفني او الاجتماع التنظيمي الخاص بالمباراه مر بدون اي طلبات او الامور كان الحمد لله مشت بشكل جيد جدا؟ بيتهم يعني حتى على المستوى الاتصالات قبل ما بيجوا بننسق، مش شرط بيبقى فيه جوابات رسميه، يعني من زمان، يعني من فتره طويله جدا، يعني اللي هم عايزينه بيلاقوه، واحنا كمان لما بنحتاج حاجه هناك ما بيتاخروش عننا خالص، يعني زي ما قلت لك يعني العلاقه هي اللي هتدوم، يعني مين ياخد البطوله، مين يستمر، مين يكمل، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده وكفاءه اللاعبين، لكن خلينا ننتظر بقى ونستمتع باللقاء باذن الله. يعني